اليوم اخوتي اخواتي كما كتشوفوا هذا مخرج البقرتي اليوم هذا الجزار ديالنا هو داك اللي كتشوفوا الفيديو اللي صورت لكم على الاطراف هذا هو البقر تاعو مخرجينو كيردوه دابا للكوري كما كتشوفوا عندهم صغيورين ها هما كاينين يلاه باقيين بيبي جاي من الخدمة وانا لقى هاد البقيرات خارجين مع وليداتهم غادي نبيعهم الكوري كما كتشوف ملاح ما شاء الله هاد البقرة ديال الحليب هادو هما اللي كيحلبو هما عنده بزاف ما شاء الله عليه يلا ولدو ليش كما عندهم باقي عام بيبي واحدة هاهو كما كتشوفو كيدلح على ماما صغيرين شتوهم كي كبر دع ماما العجيل هذه الطريق مساكن هنايا هي هادي جيت من الخدمة والله إلا شدوني في الطريق عطلوني ما شاء الله كون كاين قدامهم كنصور
يلا نخليكم خوتي خواتاتي كما كتشوفوا هادي الدار ديالي. انا حليت الباب ديالي بندخل وكان الصباح كان واحد الثلج هذاك تيبروري كبيره وانا نغطي الطوموبيل ديالي كما كتشوفوا خوتي خواتاتي غطيتها بواحد الباش باش ما يتهرس لي الدجاج. هادي دايره مهمه زيدوها عندكم اخوتي خواتاتي. واحد اللي عنده شي طوموبيل كتقعد برا يدير لها الباش ولا يدير لها باش يغطي الدجاج باش ما يضرب.